تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعينا نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم، ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى إن شاء الله أن تكون عامرة بالمعلومة الصحية اللي نستفيد منها جميعا إن شاء الله. عموما أنا قلت أرقام التواصل ولا ما قلت؟ أرقام التواصل 600-551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، وأيضا موجودين معاكم لايف عبر حساب نور دبي على الانستغرام. طيب ببتدي معاكم بإعلان جانا من مستشفى دبي، لأن أعتقد يهم زوار المستشفى وأيضا مراجعي مستشفى دبي بشكل كبير، وهذا من حرص إدارة مستشفى دبي وهيئة الصحة بدبي على يعني مشاركة الجمهور كافة اقتراحاتهم وملاحظاتهم وأيضا تعريفهم بالمشاريع الجديدة القادمة. نظرا لقيام المستشفى مستشفى دبي ببعض المشاريع الإنشائية التوسعية داخل حرم المستشفى، والتي تتضمن مبنى للعيادات الخارجية ومبنى مواقف متعددة الطوابق، وسعيا من الهيئة للتسهيل على المرضى والمراجعين ولتأمين سبل الراحة لهم، قامت إدارة المستشفى بتخصيص بعض الأماكن البديلة كمواقف للسيارات. يعني مو بالمواقف الحالية اللي كنتوا توقفون فيها قبل، لا، في مواقف بديلة للسيارات انزين بتكون موجودة لكم. فإدارة المستشفى ترجو التعاون وسعة الصدر من الجميع لحين الانتهاء من أعمال الإنشاءات اللي إن شاء الله بتعود بالنفع الكبير مستقبلا على الجميع. هم اللي قاعدين يسوون الحين، سوي لكم موقف متعدد الطوابق إن شاء الله بيكون يعني إضافة كذلك وتسهيل على رواد مستشفى دبي، وأيضا في عندهم خطة لتوسعة العيادات الخارجية كذلك بمباني جديدة. فإن شاء الله يعني نتمنى منكم التعاون معاهم قدر الإمكان يا جماعة الخير، لأن المسألة ما راح تتم إلا بتضافر جميع الجهود. طيب نحن بنبتدي معاكم إن شاء الله جولتنا وحلقتنا من خلال الفقرة التوعوية التغذوية. معانا اليوم بتكون الأخت رولا أبو غزالة، بتكلمنا عن الطرق الصحية لتنزيل الوزن. الطرق الصحية لتنزيل الوزن، أخصائية التغذية رولا أبو غزالة، صبحت الله بالخير.
رولا معانا؟ معاكم. صباح النور. صباح النور، وينك؟ صباح النور. يا هلا يا هلا، تفضلي. أهلا فيك، شكرا. اليوم طبعا زي ما تفضلت إنه رح نتكلم عن الطرق الصحية لإنقاص الوزن. هلا إحنا لازم نعرف أول شيء شو السبب، يعني هل شو السبب بالأصل اللي خلى الشخص هذا يزيد وزنه. نعم. مثلا ممكن يكون هو زيادة عم يأكل أكل زيادة، فبتصير تخزين للدهون بالجسم، يعني الكمية الطاقة الداخلة للجسم تكون أكثر من الطاقة الخارجة، أو مثلا قلة الرياضة، هاي الأشياء. نعم. تاني شيء ممكن يكون خلل في الهرمونات، مثلا ممكن يكون كسل في الغدة الدرقية، الإنسولين، الهرمونات النسائية كمان بتلعب دور، ومثلا ممكن تكيس المبايض وغيره. نعم. في أيضا هناك عوامل بتكون وراثية، فلازم يعني ناخذ كل هاي الأشياء بعين الاعتبار، بالإضافة لإذا الواحد عنده عامل نفسي كالاكتئاب وغيره ممكن يأثر، قلة النوم كمان بتسبب ستريس ممكن إنها تأثر، ممكن يكون خلل في الجهاز الهضمي، مثلا هالشخص عنده إمساك مزمن أو غيره. فدائما لازم إحنا كأخصائيات تغذية لما بيجي عند المريض لازم نعرف بالضبط، نحاول نكتشف شو السبب الأساسي اللي خلى هالشخص يزيد وزنه. عشان هيك إحنا دائما ما بنشوف مريض إلا لازم يكون عنده تحويل من الطبيب، ويكون عنده فحص دم، يعني كل الفحوصات تكون بين عنا عشان يكون على أساس علمي وطبي نعطيه نظام غذائي مناسب لحالته. طيب الحين بس أنا سؤال على السريع يمكن يرد إلى بال الجميع. في بعض الناس يعني متعودين أن أو يسمعون موضة تنحيف الوزن بأساليب معينة، هني حد مثلا يقول في موضة جديدة طالعة الحين، الصيام من الساعة 7 لين الساعة 1 الظهر، عقب يبتدي أول وجبة ياخذها، فوجباته يحصرها ما بين الساعة 1 لين الساعة 7، فيقولون أن هذه إيه. ما أدري شو يسمونها هذه الطريقة. هذا بتسميه بالإنجليش intermittent fasting أو صيام على فترات متقطعة. نعم. هذا أثبتت الدراسات أنه بالفعل إيجابي، ممكن يأثر بطريقة إيجابية. هلأ إحنا حسب السنة عندنا الاثنين والخميس صيام، صح. بس بالنسبة للصيام هذا الانترميتنت فاستنج ممكن يترك 18 ساعة صيام، يعني مثلا آخر وجبة خلينا نقول بالليل الساعة 6، وياخذ مثلا يتناول وجبة الساعة 10 مثلا، هذا مثال، فهذا بيكون 18 ساعة. هاي إحدى الطرق. الطريقة الثانية يوم يوم لا. يعني يوم مثلا ياخذ 500 سعرة حرارية بس، اليوم الثاني ياخذ مثلا 1000 لحديث 1400 1500، او زي ما حكيت الطريقة الثالثة اللي هي الصيام كل 2 وخميس. جميل. هني يسأل أحمد يقول أمس شفت مقطع للدكتور يقول إن وجبة الفطور اللي تحتوي على معجنات ما تصلح للصحة، صحيح هالكلام وهل تؤثر على الوزن؟ أنا برأيي حسب الشخص، يعني أنا لما بيجي الشخص بشوف شو العادات الغذائية، إذا هو عادة ما بيتناول وجبة الفطور ما رح أفرض عليه. نعم. بس إذا هو عم يتناول، في ناس بيحملوا وجبة الفطور بعدين بياكلوا أكثر وين؟ في وقت العشاء، فهاي طريقة مش صحية، فعشان هيك ساعتها ممكن لا نقول له لا تحمل وجبة الإفطار أو الفطور. وأنا بالنسبة لي كأخصائية تغذية مهم كتير على الإفطار تكون يكون غني بالبروتين. زمان كانوا يقولوا لازم يكون غني بالنشويات، بالعكس بعد النوم هاي الجسم يحتاج ل ريجينريشن او ايش بيقولوا، فلازم تكون غنيه بالافطار بالبروتين، مثلا ممكن بيضه مسلوقه مع سلايس او سلايستين خبز اسمر او خبز عربي صغير اسمر، او جبن مثلا قليل الدسم. جميل. مع شويه خضار، كل ما حطوا خضار كمان بكل وجبه كل ما افضل.
جميل. نحن شاكرين لك أستاذة رولا أبو غزالة، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. لحظة شوي قبل لا أسكر معك، يقول هني أنا عندي تجربة بإنزال الوزن بنظام يعتمد على 3 وجبات قليلة الكمية ومعتمدة على الحليب الكورن فليكس صباحا وبعض المقرمشات قليلة السعرات كالكسنان المشوية وغذاء قليل السعرات والرياضة 4 أيام. صراحة يعني ودكتورة مثل ما انت تفضلتي، كل واحد له يعني لازم يراجع اخصائي التغذية وياخذ الفحوصات المناسبة على اساس يعطيه النظام الصحي اللي هو يستاهله، صح؟ صح، هاي الطرق اللي بتنزل الوزن بسرعة أنا بحب أقول للمستمعين ما رح تكون صحية، لأنه أول شيء ممكن فقدان الوزن كبداية يكون مع، وبعدين ممكن يصير يفقد عضل إذا ما تغذى، ما أخذ كمية كافية من البروتين. يعني إذا هو حليب وكورن فليكس ما فيش كمية كافية من البروتين، حتى لو سوى رياضة ممكن يفقد عضل. أنا برأيي إذا هاي لازم اتباع نظام حياة صحي، يعني طول مش إنه والله إحنا فترة طيب صغيرة وبعدين نرجع، لا، وبيشمل جميع العناصر الغذائية ولكن جميل بنسب متفاوتة. جميل، خلينا ناخذ عمار، بناخذ بس سؤاله وبنجاوب عليه وبنطلع فاصل. تفضل يا عمار واختصر. الله يخليك. الله يسلمك، صباح الخير. أول شيء يعطيك العافية. صباح النور يا عمار. للأخصائية بالنسبة لمريض السكر، خلينا نقول شو هي الوجبة المفضلة، يعني شو المفضل الصباح وجبة الإفطار، تمام، والعشاء يعني شو هو المفضل؟ شكرا شكرا يا عمار، تسمع الإجابة. تفضل يا أستاذة رولا. أول شيء في طريقة سهلة اسمها الطبق الصحي، اللي هو نصف الطبق لازم يكون خضار مطبوخة أو سلطة، وربع يكون بروتينات وربع نشويات. بالنسبة لمريض السكري لازم يركز على خصوصا النشويات، يعني الرز، الخبز، البطاطا، يكون كله مثلا الخبز الأسمر، الرز الأسمر، لأنه بيرفع السكر في الدم شوي شوي. جميل. لازم الابتعاد عن الأطعمة اللي بترفع السكر بسرعة. جميل. مثل السكر، الخبز الأبيض، الرز الأبيض، هاي الأشياء. واضح. بالنسبة للعشاء، بالنسبة للعشاء مثلا أمثلة زي ما الطبق الصحي ممكن سلطة أو خضار مطبوخة أو شوربة، هاي نص الصحن. نعم. الربع ممكن يكون بروتينات مثلا دجاج مشوي، سمك مشوي، وممكن النشويات تكون مثلا خبز عربي صغير واحد أسمر. نعم. أو ممكن رز أسمر كوب. جميل. واحد مطبوخ. جميل. يعني هاي الأمثلة. شكرا لك أستاذة رولا أبو غزالة، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. ما نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل ما نتواصل. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، وموجودين معاكم عبر حساب نور دبي على الإنستغرام، نور دبي راديو، بتحصلونا لايف معاكم. وايضا انضمت لي للاستوديو يعني دكتوره ميسون الشعالي. صبحت الله بالخير دكتوره. صباح الخير، صباح الجماهير كلهم، صباحهم ورد وسعاده ان شاء الله. ان شاء الله تعالى مره ثانيه لا تجي متاخره. ايه اقول لك من الحين باكر ويانا على الوقت ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. انزين، لا نحن مسامحينك لان تضيعين في الدرب ليه ما توصلين، عارفين ممكن هم الحريم كلهم شي ايه عندهم النافيجيشن مالهم شويه مضروب. اتفق معك. لا انا ما اقول لك عن تجربه، يعني خواتي ولا حد من هذي، بس يعطيني دايركشن اذا حرمه اعوذ بالله، يعني موضوع وايد بسيط ممكن اوصل له لكن يعقدونه ما ادري ليش. ولازم ولا وحتى نرجع لنقطة البداية. زين لحظة شيء. قبل أن نرجع لنقطة البداية، أنا بتكلم عن مؤتمر أيامرة، معايا عبر الهاتف دكتور مروان الملا المدير التنفيذي لتنظيم لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي. أول شيء صبحك الله بالخير دكتور، شو رأيك في موضوع النافيجيشن مال الحريم؟ صبحك الله بالنور.
والله الحين عندنا جوجل ماب يسهل كل شيء يعني. اي والله رحم الله والدي هذا اللي اخترع جوجل. انزل. مستمعينا، هيئة الصحة بدبي أنهت استعداداتها لتنظيم المؤتمر 13 للرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي أيامرا 2018. هذا المؤتمر يعد الأكبر عالميا في شؤون تنظيم في شؤون التنظيم الصحي، وأيضا يعقد للمرة الأولى خارج نطاق أمريكا الشمالية واستراليا وقارة أوروبا. الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف هذا المؤتمر في مدينة دبي للمرة الأولى على مستوى المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، وضمن أعمال مؤتمر دبي الثالث للتنظيم الصحي تحت شعار تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية. دكتور، إنجاز كبير في استضافة هذا المؤتمر العالمي. الآن أبغى أتحدث في البداية عن أهمية استضافة إمارة دبي لهذا المؤتمر، وأيضا الأهداف اللي أنتم تسعون إلى تحقيقها من خلال هذه الاستضافة، وأيضا بعد شوية ما نتكلم عن مؤتمر دبي للتنظيم الصحي. تفضل دكتور. يا هلا أخوي. مثل ما قلت، هذا المؤتمر 13 للرابطة الدولية لحياة التنظيم الصحي وتحت شعار تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية. إن شاء الله المؤتمر راح يكون أكبر من نوعه، يعني للحين يعني متوقع الحضور حوالي 800 شخص من المسؤولين في قطاع التنظيم الصحي من كل أنحاء العالم. في المجال الطبي يعني نحن كل يعني نركز على الأدلة اللي تدعم اتخاذ القرار، وحتى في مجال تنظيم القطاع الطبي نفس الشيء بعد. فلما يكون عندنا يعني مسألة كيف ننظم مثلا الكوادر المهنية الصحية مثلا الكبار في السن، شو هي الطريقة أفضل طريقة نتنظمها، فنحن نشوف تجارب الدول الثانية ونشارك تجربتنا بعد حتى نشوف شو أفضل طريقة للتنظيم الصحي. وفي نفس الوقت بعد نحن كتنظيم صحي لازم ندعم الابتكارات في القطاع الصحي، مثل التيلي هيلث أو التطبب عن بعد، مثل الخلايا الجذعية. فيبالها منظومة تنظيمية تدعم اتخاذ القرار هذا وتساعد على تقديم الخدمات المبتكرة. يعني يعطيكم العافية دكتور مروان على جهودكم، مجهود كبير صراحة وتشكرون عليه. دكتور مروان، بس حبيت أسأل كيف يمكن المشاركة في هالمؤتمر من حيث الزمان والمكان، ومن المؤهل أن يحضر هالمؤتمر؟ التسجيل بيكون عن طريق الموقع الإلكتروني ayamra2018.com. يعني الحضور من القطاع الطبي، سواء كان الأطباء، المهنيين الصحيين الثانيين، المسؤولين عن المنشآت الصحية، المسؤولين عن التنظيم الصحي مثلا في الهيئة أو في الهيئات الثانية والدول الثانية. جميل. وبعد يعني المؤتمر هذا يعني طريقة عرضه أن في جلسات رئيسية وفي جلسات ثانية تكون فيها مثل أربع جلسات في نفس الوقت، فالزائر يقدر يختار أفضل جلسة تناسب المواضيع على حسب المواضيع. يعني وفي بعد يعني برنامج إلكتروني. أيوة. نقدر ننزله من أبل ستور أو جوجل بلاي. أيامرا 2018. جميل جدا. ممكن بس نعرف أهم المتحدثين العالميين اللي موجودين في المؤتمر؟ المتحدثين من يعني من متوزعين على دول العالم. يعني في من نيوزيلندا ومن أمريكا وفي من المملكة المتحدة، دكتور فونغ هذا يعني المتحدث الرئيسي، وفي بعد من دولة الإمارات إن شاء الله. يعني جميل دكتور، بس أنا أذكر بالتطبيق بيكون أيامرا IAMRA. صحيح. إنزين، بالعربي يكتبون أيامرا بعد ولا بيطلع لهم بالعربي إذا كتبوا، ولا بس بالإنجليزي؟ بيطلع لهم بالإنجليزي. إذن أيامرا IAMRA، ممكن تنزلون التطبيق وتتعرفون على كل تفاصيل هذا المؤتمر. دكتور، يعني وايد مهم نحن بالنسبة لنا عملية التسجيل المبكر، لأن الواحد بيحصل يعني وضع أفضل إذا سجل بتسجيل مبكر. ولكن التسجيل أثناء on spot أو أثناء الحدث، هل بيكون مفتوح بعد كذلك للجمهور حتى لو وصلتوا يعني الكفاية من أعداد المقاعد إذا حد قرر؟ إن شاء الله راح يكون
يكون يعني مفتوح يعني. كم ممكن يستوعب دكتور مروان، كم ممكن يستوعب من الحضور المكان؟ يعني تقريبا فوق 1000 شخص يعني. أنا في المركز التجاري يعني، وفي يكون في معرض مصاحب له بعد. جميل. وهذه الجلسة الرئيسية أو القاعة الرئيسية، في قاعة صغيرة بعد ثانية تستوعب الأعداد الباقية. طيب دكتور، مؤتمر دبي للتنظيم الصحي، المؤتمر الثالث هذا، شعاره تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة، شو اللي بيكون فيه؟ يعني نحن هذا المؤتمر سويناه بجهد من هيئة الصحة، جهد داخلي، هاي الدورة الثالثة، فنحن قررنا أن ندمج المؤتمرين في مؤتمر واحد. نعم. حتى يعني ما يكون في تكرار، ونكون في تركيز على أن مؤتمر أكبر والزوار يشوفون أو يحضرون المؤتمرين في نفس الوقت يعني. جميل. طيب نحن نتمناكم التوفيق، وأيضا بتكون لنا إن شاء الله خلال الأسبوع هذا والأسبوع القادم مجموعة جلسات لتسليط الضوء على هذا المؤتمر اللي يعد يعني حدث استثنائي في قطاع التنظيم الصحي في المنطقة وليس دولة الإمارات، لأن أول مرة يطلع برا أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا، يدخل المنطقة منطقة الشرق الأوسط. يعني يعطيكم العافية أنكم قدرتوا تستثمرون هذا المنتدى أو مؤتمر دبي التنظيم الصحي، ويبتوا مع هذا المؤتمر العالمي. أتمنى لكم التوفيق دكتور، وكلمة أخيرة تبغي توجهها. أشكركم على الاستضافة، وبس بذكر يعني أن المحاور الرئيسية للمؤتمر هي الكوادر المهنية الصحية، التعليم الطبي، نماذج التنظيم المبتكرة، والممارسات الآمنة والجودة. وشجع يعني جميع المعنيين بالتسجيل وإنزال البرنامج واختيار الجلسات اللي ناويين يحضرونها، حتى يعني يكون في ترتيب، ويعني الواحد يعرف أن يروح وما يخسر أي جلسة مهمة إذا ما شاف المؤتمر أو ما شاف الجدول من قبل. كل الشكر دكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي هيئة الصحة بدبي. شاكرين لك دكتور. ما نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل إن شاء الله متواصل، وعندنا مواضيع قادمة ما نتحدث فيها، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أنا الحين بختبرك دكتورة ميسون، حياك. شو أرقام التواصل معنا؟ لا 6-0-0-5-5-1-4-1-4-1-4 655-14-14 رقم الاسمس 4006 موجودين معكم لايف عبر حساب نور دبي راديو على الانستغرام. طيب في حد عندنا جاهز ميرا ولا؟ انزين، لين ما تجهزين لمكالماتنا نحن بنتكلم عن موضوع جميل ومهم مع دكتورة ميسون الشعالي. دكتورة قولي لي شو الموضوع اللي بنتكلم عنه؟ عن سرطان. الشهر اكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي. نعم. بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي. تفضلي. فطبعا قبل اي شيء احب اقول ان يعني عمر المرأة الأفرج أطول من عمر الرجل. أوكي. أزن أفرج. أوكي. يعني هي. لكن المرأة أكثر معرضة للأمراض ولسرطان الثدي. من الرجال. هي يعني الرجال يعني يمكن يعني حياته تكون ما فيها وايد أمراض، يعني يعيش حياته شوية. متصالح مع نفسه. مع الأمراض. إنزين. تقريبا كل سنة في 1.3 مليون حالة. الحلو في الموضوع أن 30-50% من الحالات هاي تقريبا تكون لها وقاية.
يعني نقدر نقول واحد في كل ثمانية من النساء قد تصاب، قد هاي احتمالية إصابتها بسرطان الثدي من 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 عمر 65، تصير تضاعف النسبة، تصير واحد في أربعة. رقم كبير جدا. انزين، يعني شو ممكن تسوي الحرمة عشان بس تقي نفسها من هذا الموضوع؟ في إجراءات وقاية لازم تلتزم فيها المرأة، لازم إحنا نرفع وعي النساء أن لازم الكشف المبكر أهم شيء في علاج السرطان الثدي. من عمر 40 أغلب الجايدلاينز أو التوصيات تكون أن المرأة لازم تسوي الماموغرام سنويا. طبعا كل سنة تسوي فحص ماموغرام، في حد يقول كل سنة على اختلاف الريفرنسز، في حد يقول سنتين بس، وفي بعد الحين طلع في حد يقول لا مو بلازم من الأربعين. هو المرأة تصاب فيه بالعادة في عمر 48، بس نحن دايما نحب نكتشفه قبل ما يبدأ، أول ما يبدأ، علشان شي نوصيهم أن من 40 يبدون يسوون الماموغرام. طبعا أهم شيء هي تراجع الطبيبة، لأن إذا المرأة عندها تاريخ عائلي، مثلا عندها حد من أهلها من الدرجة الأولى مصاب بسرطان الثدي، تبدأ من قبل تسوي الفحص تفحص. فالمرأة فعلى حسب التاريخ العائلي، مش بس إذا عندها حد من أهلها مثلا أمها خالتها عمتها عندها سرطان الثدي، لا، لو حد حتى من أهلها عمها خالة عنده مثلا سرطان القولون، في أمراض ثانية من السرطانات، لازم المرأة تفحص بدري على سرطان الثدي، تسوي الماموغرام. ممتاز. ونحن عندنا في هيئة الصحة بدبي هذه الفحوصات نقوم فيها في معظم مراكز المراكز الصحية، وفي بعد دائما في شهر أكتوبر دائما يكون في حملات وفي فري ماموغرام حق الناس اللي حابين يسوون الماموغرام. جميل. زين، أنا برجع بتكلم عن هذا الموضوع، بس أوكي. خليني بنتقل لأخت ندى عبند، استشاري مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي. اليوم هيئة الصحة بدبي تنظم دورة جديدة من دورات التحول المؤسسي، واللي تشهد يعني فكر مختلف يتصل بتخريج الدفعة الأولى من متخصصي إدارة التغيير، عددهم 48 متخصص ومتخصصة، يتم تخريجهم اليوم ضمن مبادرة متكاملة تتبنى الهيئة تنفيذها، وهي مبادرة أوتاد. ليش سميتوها أوتاد ندى؟ مرحبا ندى. سهلا. أهلين. ليش سميتوها أهلا. أوتاد في البداية؟ الإلهام للإسم إجا من شغلتين بصراحة. الشغلة الأولانية هي الوتد اللي نحنا بنغرزه في الأرض عشان يدعم الخيمة أو يدعم البناء اللي نحنا عمالنا بنحطه، فهو ممكن أنه يكون قطعة صغيرة جدا لكنها بتدعم هيكل كبير. جميل. وضخم. جميل. فهذا واحدة من الأشياء اللي حبينا أنه نغرسها في عقلية المتخصصين، على أساس بغض النظر قديش كانت صغيرة الأشياء اللي بيعملوها، فهم أعمالهم بيحدثوا تغيير كتير كبير وبيدعموا هيكل ضخم. الإلهام الثاني إجا من اسم الخيل تبع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم اللي هو رئيس هيئة الصحة في دبي، عنده حصان خيل معروف ومشهور يتسابق بالسباقات العالمية ودائما بيكون الأول وبيجيب أرقام رائعة. أوتاد اللي هو اسم الخيل هذا بيعطينا القوة والعزم والقدرة على أنه نوصل مراحل متقدمة وبسرعة غير مسبوقة. جميل. أنا والله ما توقعت أن يعني يكون الاسم له هذه المعاني العميقة اللي أنتوا حطيتوها. أنا سألت بس لأنه كان غريب أن إدارة تغيير ومسمينا أوتاد، برنامج أوتاد، ليش؟ مر في بالي هذا السؤال. عموما خلينا نتكلم عن الحدث اليوم، أنتم موجودين وبتخرجون هذيل الثلة من موظفي هيئة الصحة بدبي، اللي إن شاء الله راح يحققون الهدف من خلال تواجدهم في هذا البرنامج. خبرينا يعني شو اللي صاير اليوم إن شاء الله. هلأ نحن اختتمنا أمس ورشات تدريبية وبرنامج تدريبي متكامل
لهذول ال 48 متخصص مرقوا فيه بسبع دورات وشهادات عالمية في إدارة التغيير وإدارة التحول التنظيمي عشان تأهلهم يساندوا ويساعدوا المدراء والستاف في هيئة الصحة بدبي في رحلة التحول اللي راح تمرق فيها، وبدأت فعلا هيئة الصحة بأنها تمرق فيها خلال الفترة الماضية. البرنامج التدريبي كان بتركز على اختيار الأشخاص الصحيحين، ففي عنا من ضمن 48 متدرب في عنا أطباء، في عنا نيرسز، في عنا إداريين من كافة هيئات أو عفواً من كافة قطاعات وإدارات هيئة الصحة في دبي. فتأكدنا أنه يكون الاختيار بناء على توزيع متكامل، نطلع على قدراتهم الشخصية، على المهارات اللي موجودة عندهم، وعلى المعرفة في مجال إدارة التغيير وإدارة التحول التنظيمي. البرنامج مثل ما حكيت مرق بعدة مراحل، واليوم بنحتفل بتخريج الفوج الأول من أوتاد، واللي هو إن شاء الله رح يكون البذرة اللي مننطلق منها عشان نغرس في كافة مناطق هيئة الصحة في دبي الفكر الجديد اللي بيدعم التحول والتغير إلى صورة أفضل وصورة أحسن، عشان في النهاية تقدر هيئة الصحة تقدم الخدمة الصحية والرعاية المتكاملة لسكان دبي بأفضل وأحسن صورة. فنحن نطمح بالنهاية إنه الخدمة اللي بيحصل عليها جميع مستخدمين أو زوار خدمات هيئة الصحة بدبي تكون على أفضل وأحسن صورة ممكنة إن شاء الله تعالى. في حد من حواليك يعني من الخريجين نسولف وياه شوية، ولا إذا في حد حواليك الحين، ولا أنت طلعتي شوية خارج القاعة؟ أنا طلعت خارج القاعة، لكن في أمامي إحدى الخريجات اللي هي الأستاذة ليندا، وبنقدر إنه نتحدث معها على الهواء بالنسبة لبرنامج أوتاد. معك أخي ليندا، صبحت الله بالخير. ليندا؟ نعم صبحت الله بالخير. السلام عليكم. الله يصبحك بالخير. أول شيء ليش طالعة برا على القاعة مع ندى؟ أدور ندى. هذا واحد. اثنين، خبريني عن تجربتك من خلال هذا البرنامج، بغض النظر أنا يعني ندى تسمعك والناس يسمعونك، بس أبغي تجربتك الحقيقية اللي حسيتيها من خلال هذا البرنامج. الحقيقة البرنامج كان يعني وايد منظم بطريقة بنت قدرات الفريق، سواء كان الناس عندهم خبرة أو ما عندهم خبرة، بنى المعلومات وطريقة التفكير الإيجابية الصحيحة، أعطانا كلنا روح الفريق الواحد والعمل نحو تحقيق ما تصبو إليه إذا الصحة بتبين نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. هذا الشيء أكيد كان في البرنامج كان متنوع جدا، بين معلومات علمية عميقة، بين مشاريع قمنا بعملها، وكلها كانت من واقع العمل اليومي للفرق المختلفة. فالحقيقة تعلمنا الكثير، وعندنا اليوم يعني خطة طموحة حتى أن نحقق ما نصب إليه وكل ما تتمناه هيئة الصحة بدبي بإذن الله تعالى. يعني بتساهمون في التغيير؟ نعم بتساهمون في التغيير دائما، تغيير الإيجابي. يعني إن شاء الله بنكون نحن اليد اليمنى لجميع مدراء التنفيذيين القطاعات ومدراء الإدارات اللي هم طبعا المسؤولين الأول والأخيرين عن التغيير، فنحن بنكون أداة لهم حتى نقدر نوصل لكل الموظفين، لأن التغيير ما بيتم فقط من شخص أو اثنين. التغيير بيجي من مثل ما يسمونه الجراس روت، فالجراس روت هو لازم يتغير، ونحن بنكون وياهم لإنجاز هذا التغيير بإذن الله. جميل، نحن شاكرين لك، نتمنى لك التوفيق ليندا، وشكرا بعد لندى عبند استشاري مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي. شاكرين لك ندى إذا تسمعيني. معك. إيه شكرا جزيلا لك. تبغين تضيفين شيء قبل لا أختم معك؟ أشكرك جدا، بس أحب أحكي إنه نحن كل الخطوات اللي بناخدها وكل المشاريع اللي بنعملها الهدف الأول والنهائي هو تحسين الخدمة الصحية اللي بتقدمها هيئة الصحة، اللي بالتالي ممكن إنه المواطن والزائر والمقيم في دبي يقدروا إنهم يحسوا بالفرق وبالتنظيم وبالجودة المضافة في الخدمات الصحية. شكرا لك، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، مع السلامة. يعني أحمد يقول واسطات، واسطات على شو أحمد؟ أنا ما أدري، كاتب شيء فوق ولا؟ إنزين هني أوكي، ها
شوفي دكتورة ميسون، أنت على اللايف يعني شفناك أنك أنت مو بحافظة الأرقام وتأشرين، لا تأشرين دكتورة. دكتورة هني كان في سؤال يقول في حالات شفناها أعمارهم أقل من 40 سنة لسرطان الثدي، نحن كنا نتكلم عن حملة سرطان الثدي. تفضلي دكتورة. اللي أصغر عن 40 سنة في يسوون لهم مثلا في أنواع من الأورام تكثر ما بين عمر 17 ل 20، تكون أورام حميدة. فهم دائما يلجؤون للسونار أو صوت الموجات الصوتية أكثر من الماموغرام، لأن الماموغرام ما يكون واضح نفس في العمر الأصغر مثل الموجات الصوتية. في سؤال كانت وحدة تقول أنا أظني عمتها كان عندها سرطان القولون، اللي كنت أحاول أقرأ أقرأنا ولا أوكي أقرأ تقول خالتي كانت مصابة بالسرطان الله يعافيها وشافيها في القولون، هل يجب علي أن أفحص أنا في 50 من العمر؟ هذه هي أنت الحين في هي إذا كانت في 50 أو أصغر، إذا كانت في 50 أو أصغر أي. لازم تفحص، لأن الجين المسبب هو نفسه، فلازم تفحص. إذا هي أصغر تروح للدكتورة وتقول أن عندها هي تاريخ عائلي والدكتورة تحدد لها شو نوع الفحص، الموجات الصوتية أو الماموغرام. طيب اللي في اللي في 50 التوصيات تقول أن يسوون الماموغرام كل سنتين. أيوة، بس هي في حالتها هي لازم تتوجه للدكتور إن شاء الله، يعني بس اطمئنان. الأمراض دائما الكشف المبكر إذا كان في أول سنة العلاج فيه يكون وايد، نسبة تكون عالية الشفاء منه. إنزين، في واحد هني كاتب ميرا باي لا تتصل please now meeting with colleagues. هذا خاف حد من ضيوفنا لا تتصلي فيه، بس عموما يعني خبرت هني مطرش مسج. المهم دكتورة، مع ذلك في بعض المؤشرات اللي ممكن شوية تخلي الشخص إذا يعني يتوجه على طول للطبيب حتى لو كان أصغر في السن أو كذا، في مؤشرات معينة ممكن تعطي البنت أن تتوجه للطبيب. أيوة، في حالة أنها في أعراض شكت. في أعراض قد تكون طبعا اللي عنده أول شيء تاريخ عائلي من قرابة درجة أولى لازم يتوجه للطبيب ويكون عنده فحص دوري. أوكي. اللي ما عنده تاريخ عائلي طبعا نحن دائما ننصح الفتيات أو النساء أنهم يسوون الفحص الذاتي. الأشياء اللي لازم تلاحظها إذا في كتلة، طبعا في أورام حميدة، الكتلة إذا هي تتحرك فهي ما تخوف، إذا فيها ألم فهي تطمن، بس لازم الوحدة تراجع تتأكد إنه ما فيه. إذا فيها ألم تطمن، إذا الألم مطمن بالعادة يكون كيس دهني، ممكن يكون الحميد. أما إذا الخبيث بسم الله على الجميع، يعني دائما يكون بدون ألم، أغلب الأوقات بدون ألم. جميل. إذا في أي تغيير على شكل الصدر، إذا في احمرار ممكن يكون التهاب، بس لازم الفتاة أو الحرمة تتجه للطبيب تتأكد أنه هو مو بورم. ساعات سرطان الثدي ما يكون في صورة ورم، مو بلازم يكون في ورم عشان نقول في سرطان. ساعات يصير السرطان بدون ما يكون في كتلة أو ورم في الصدر. إذا في إفرازات، إذا في احمرار، إذا في كسرة، في بعض النساء يجون يقولون إحنا عندنا كسرة، طلعت لنا كسرة، في أي تغيير لازم يتجهون للطبيب. أهمية الكشف المبكر علشان العلاج. إنزين، الكشف المبكر يعني ممكن إنه يقضي على المرض؟ إذا كان في المرحلة الأولى، على حسب الريفرنسز أو يقولون أن في المرحلة الأولى يصل الشفاء بنسبة 98% ل100%. يعني في شفاء إذا الواحد كشف مبكر على المرض، يعني بنسبة كبيرة أن الواحد ممكن يشفى منها. أهمية الكشف المبكر، ما حد يحس عنده شيء ويتم أو يخاف أو يكون في نكران أن أنا لا ما فيني شيء. إذا حسيتوا بأي تغيير أي كتلة ما يضر، شاوروا الدكتورة، روحوا لها اسألوها، سووا الفحص. الكشف المبكر جدا مهم. طيب، هذه دعوة كذلك للمساهمة أيضا في مختلف الفعاليات التوعوية اللي بتصير إن شاء الله خلال الفترة القادمة، خاصة هذا الشهر. أيوة. عن سرطان الثدي، ولكن سرطان الثدي ممكن يصيب الرجال كذلك. أيوة، نحن الحين عندنا حملة بنسويها إن شاء الله، نحن نسوي هوب كامبين، حملة الأمل، السنة هاي إن شاء الله السنة الرابعة. ناويين نستهدف الرجال، لأن في نسبة بسيطة تحدث للرجال تقريبا 1 في 1000.
ومو بس الحمله، مش بس لان نرفع الوعي عند الرجال ان سرطان الثدي قد يصيب الرجال، ايضا نرفع الوعي باهميه دعم مثلا الزوج، الاب، الاهل لمريضه سرطان. جميل. شغله مهمه، لان في اسئله بعد كثير الناس، نحن ما نبغى نسوي عندهم ذعر، ولكن الفحص المبكر شيء جميل الواحد يسويه وينتبه لدكتوره. هنا يقول خالت زوجتي وبنتها ربي يرحمها توفن من هالمرض، هل لازم قرايبهن يعني يسوون فحص مع ان اعمارهم اقل من 35 سنه؟ ايوه لازم. لازم هم ينصحون ب 35، يعني اذا حد عنده هم شو يقولون اذا في حد في العائله عنده سرطان ثدي فقبلها بعشر سنوات الوحده لازم تفحص، بس نحن نفضل من قبل يفحصون. يعني حتى 20 سنه يفحصون. والله ما شاء الله عليكم، يعني انتم تنصحون الناس بالفحص لانه جدا مهم، الكشف المبكر جدا مهم ياثر في العلاج. يعني انا ما ابغى اخوف، بس يعني اذا اكتشفوا المرض بدري في نسبه شفاء عاليه جدا. قلتي لي نسبة الإصابة أصلا عالية، ما شخص من ثمانية، واحد لثمانية، واحد لثمانية تقريبا 50% من الحالات أصلا لها وقاية، يعني الواحد من أو يكتشفها من أول شيء. جميل جدا. يقيها بالكشف المبكر. استغلوا الحملات، في فحوصات فيها، في ألترا ساوند ساعات يودون صوتات موجات صوتية، استغلوا الحملات، اتجهوا إليها، في طبيب يفحص ويعلمون طريقة الفحص الذاتي، استغلوا الحملات. جميل. إذن هذه دعوة نوجهها لكم مستمعينا من خلال برنامج صحة وسعادة بالمشاركة في حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، هذه من جهة. من جهة ثانية، اللي عنده أي تاريخ مرضي في العائلة رجاء يروح يفحص. دكتورة ذكرت أن نسبة كبيرة ممكن أنها تشفى في المرحلة الأولى، في المرحلة الأولى، والنسبة تقل كل ما تتأخر، كل ما قد تصل إلى 22%. أنزين، كلمة أخيرة تبغين توجهينا دكتورة قبل أن نختم معاك؟ سرطان الثدي مو بشيء يخوف. سرطان الثدي كل مرأة معرضة قد في حياتها أنها تصاب فيه، نسبة واحد في ثمانية، لكن أهم شيء الكشف المبكر، أهمية الكشف المبكر، الفحوصات، الماموغرام، الموجات الصوتية، هاي الأشياء تكشف المرض في بدايته. طبعا في أساليب بعد حياة، نوعية الغذاء، اتجهوا دايما للأكل الصحي، ابتعدوا عن الأكل الضار، كثروا الخضار، كثروا الفواكه في الأكل، البروكولي والسبانخ فيهم مضادات، مواد ضد السرطان كبيرة. حاولوا تشوفون شو الأكل المفيد، وإن شاء الله الله يكتب للجميع إن شاء الله الصحة والسلامة إن شاء الله تعالى. ونتمنى لكم يعني الوقاية دائما من الأمراض، لأن الوقاية خير من العلاج. شكرا لك ميرا الغفلي كانت معنا في التنسيق، كل الشكر لزميلنا يوسف سعد كان معنا في إعداد هذه الحلقة، شكرا لك ناصر السليمي في الإخراج، شكرا لك دكتورة ميسون شعالي. شكرا، مشكور محمود، وإن شاء الله نشوفك على طول معنا في البرنامج إن شاء الله. على التأخرين ما من دخلت مرة ثانية. قبل اللي يتأخر على الغداء يحطوا له في اليدر حصى. إيه إيه، تعال كل حصى، يعني ليش تتأخر؟ عقاب. إيه لا أنت تشرفينا دائما. الله يخليك، الشرف لي، مشكور. وشكرا لكم مستمعينا، وهذه تحياتي، محدثكم يوسف محمود يوسف العلي، حتى قمت غلط في اسمي. زين. عموما شكرا لكم ونشوفكم على خير باكر، وحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.